مساء الخير، صحة أفطاركم، ربي يخليكم ويعطيكم الصحة أبو الانفيتاسيون. يعيشك سعيد جدا تواجدي معكم واحنا وقدم سعداء تحية للشعب التونسي كامل. يعيشك واحنا سعداء جدا أنك قبلت دعوتنا. نعرف أنه دوبا كملتوا براتيكمون التصوير وتوا تنجموا تتفضاو معناها شوية للميديا وللباساج وغيره. دونك نحكيو على دور مهم، دور معناها قاعد يبدل في الأحداث في مسلسل فوندو، وتعامل ممكن أول مرة يوسف سحيري في عملية بث على قنوات تونسية. أكيد هذه أول مرة نتعامل مع مخرج تونسي في عمل درامي تونسي مع بحث. Je pense que parce que j'ai pas vu la première saison, juste après j'ai vu quelques épisodes de la première saison, donc fin de la carrière avec la discussion avec le مخرج سيد سوسن. فهمت الحكاية، هضمتها، وكانوا تكلموا على لاكس ألجيريان هذا في البريمير سيزون، وسيت أني دونك عطاو له أبعاد أخرى ووسعوا الحكاية في الجزائر. ومن بين الشخصيات معناتها المتواجدة في هذا المحور هي شخصية عيسى. يعني الابن، نظن باللي الكثير يعتبرها شخصية سلبية لأنه حقود وكذا، نشوفوا الأشياء السلبية مقارنة بالشخصيات الأخرى. لكن نظن باللي من قبل 10 سنوات ولما مولدش في السينما ولا في السمع البصري بصفة عامة، مولدش توجد شخصية سلبية 100%. فكل شخصية فيها نسبة مئوية من الجانب السلبي ونسبة مئوية من الجانب الإيجابي، لأن كل شخصية عندها محرك، شيء يحركها وعندها ضوابط تضبطها أكيد. وعندها معناتها دي تريك بور جيستي في لاكت اكتيال اون. من هنا نفهم يظهر لي انه الشخصيه باش تتبدل في الايام الجايه. والله ما نقدرش نحكي لك على الشخصيه معناتها، لانه مش معناتها مش مليح انه نحرقوا. اي لا هو مش باش نحرقوا اكيد. اي اما اللي شفناه انه الشخصيه سلبيه، شخصيه شريره نوعا ما في المسلسل، خاصه انه انك معناتها قاعد تتاكي في البطل اللي حبوه الناس الكل في الجزء الاول خاصه. دونك اذا كنت مثلهم البطل هكاك تولي مشكله كبيره. نظن باللي هذا عمل اللي قامت به المخرجة، أنها تمت ما تحبت تكون يكون كينا رول سيبور اللي هو يحرك، يعاون في تحريك الأحداث، خاصة لأنه علاقته كبيرة مع المشاهد تاعه أغلبها مع يحيى، ولا عندها علاقة بالشخصية البطلة اللي هي يحيى، علاقة مباشرة. دونك راح يكون عندها تأثير أكيد على الشخصية وعلى مسار المسلسل ككل. والشعب من حقه أنه يأخذ هو نجاح الشخصية اللي نتكلموا عليه. راح يكون في ردة فعل الشعب اللي معناتها نتكهن انا شخصيا انها راح تكون سلبيه بالنسبه بارابول للبيرسوناج. علاقتك مع سوسن الجمني وبدايه التعامل معها الى حد الان، معناها حتى لاخر يوم تصوير، ممكن اذا كملتوا تصوير يوسف، كيفاش كان تعاملك مع سوسن الجمني؟ هي كل علاقه معناتها بين شخصين راح تكون فيها عده ابعاد، معناتها بليزيور ديمونسيون. البعد الاحترافي معناتها نظن باللي مش انا اللي راح نضيف لسوسن، لان سوسن نظن باللي اثبتت في تونس وغيرها بعيد عن تونس اثبتت تواجدها كمخرجه في الساحه الفنيه، وثبتت باعمال معناتها سلسله من الاعمال اللي معناتها ما تخلينيش انا نقيم سوسن، ولكن معناتها تجربتي معها استفدت من اشياء كثيره، لان عندها طريقه عمل مختلفه جدا. ممكن انا في الاول ما تفهمتش طريقه العمل هذه لاني تعاملت مع مخرجين اخرين جزائريين وغيرهم، معناتها الطريقه كانت جديده بالنسبه لي. يافي ان بروبليم دو كومونيكاسيون او دي بي، مي بار لا سويت سي با ان بروبليم دو كومونيكاسيون، سي ان مال اونتوندي، معناتها ما كنتش نفهم ريالمون طريقة كيفاش توجه الممثلين لا ديريكسيون اي تو، مي ابري بشوية من بعد ولينا نتعاملوا، فهمنا اللونجاج ونا بارتاجي لو ميم لونجاج. ولكن كاين علاقة أخرى اللي هي علاقة إنسانية، معناتها تحس باللي المخرجة هذه لما معناتها كي تكون تعمل في مشروع ما ولا مشروع اللي معناتها تحسها أكثر من ابنها، فهمتي، معناتها عندها علاقة جو سي با سيمبول دينرجي اللي تمد الطاقة تاعها كاملة لهذا المشروع، خصيصا لهذا المشروع. مستحيل انك تلقاها مركزة في شيء اخر
على خلاف المشروع. انك تدخل اي تفضل يوسف. التجربة على العموم معناتها شيء ايجابي، لاني انا اصلا كشخص اؤمن انه اي تجربة في حياة الانسان هي فائدة، معناتها تعود بالفائدة على الانسان، معناتها مهما كانت النتيجة سواء سلبية او ايجابية. هنا انت دخلت على مشروع ديجا معناها تعرف وكان وخذا نجاح كبير برشا في تونس، وخاصه انه زوز من 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 ابطال المسلسل هذايا انت كان عندك معاهم ديسان كيما المروكي اللي هو سي كمال التويتي ونضال السعدي، كيفاش كانت العلاقه معاهم والتعامل معاهم مع نضال وكمال التويتي؟ والله في بدايه المشروع قبل ما نجي معناتها من الجزائر كانت عندي مش تخوف وانما تردد، لانه في الجزائر معناتها عندي متعود اني نلعب ادوار بطوله وكذا ومسلسلات معناتها اللي عندها اسم معناتها الحمد لله تجربه صغيره، لكن الواحد قدر يصنع اسم صغير. لا باسمك باسمك يوسف انت معروف في الجزائر الكل معناها وحتى في اي لا تواضع هذيا. لا لانه الجزائر كان اسماء معناتها هما اعمده السينما واعمده السمع البصري في المسلسلات والدراما، فكي جيت معناتها تخوفت شويه ولا ترددت شويه من المشروع لانه كان دور صغير مش عارف لا نقدر نكون مقنع ولا غير مقنع. كي جيت هنا لتونس تكلمت مع المخرجة شرحت لي الدور وبعد الدور في المسلسل. دونك زدت ترددت أكثر، لكن حاولت أني نظهر هذه الشخصية لأنه مش شخصية ما عندهاش حضور معناتها على طيلة المسلسل، ولكن الممثل لا ينقص بعدد المشاهد ولا بعدد الحضور، ما الممثل يقاس ظن باللي بحضوره في مشهد طبعا. واحد يقدر يكفيه. دونك هذا وكان لدي فيه، وأنا ما نحبش أن مشروع ما فيهش دي فيه، دونك جبري الريسك وإن شاء الله تكون معناتها النتيجة مش ترضي ولا انما تكون جامني بيان شغل رابروشي دو لا جوستيس، معناتها نحب نقرب من لا جوستيس. انت تعرف الاسمين كمال التويتي ونضال السعدي من قبل؟ لا اول مره نتعامل معهم واول مره نتعرف بهم، معناتها كان عندي لقاءات بهم مثلا تلاقينا في الجي سي سي مهرجان سينما القرطاج. أيوة. لكن ما كانش معناتها ما تعرفش عليهم كاشخاص، تعرفنا معناتها تلاقينا كممثلين جزائريين تونسيين. لكن في العمل يعني في البلاطو تعرفت على الممثلين وعلى الاشخاص. وكانت كيفاش كانت العلاقه؟ والله كل شخص ومو عنده مميزاته، مثلا لما نحكي على ممثل قدير اسمه كمال تواتي فور موا سيتي ديكوفرت، فهمتي معناتها كنت نعرف باللي هو طاقه تمثيليه وتبعت له مسلسلات وكذا. أيوة. لكن كانسان معناتها سيتي ديكوفرت، معناتها انسان ما نقدرش نقول متكامل ولكن قريب من الكمال. والله الله مش مغزري. والله انسان روعه، اخلاق وتربيه واحترافيه كل شيء. كل شيء متواجد في هذا الشخص. نضال السعدي كذلك انسان معناتها تعاملت معاه سيتان بوسر، معناتها نحسوا باللي يقوم بمجهود كبير في للقيام بالعمل تاعو، خاصه وهو معناتها يقوم بكثير من الاشياء، مثلا يخدم في الراديو ويخدم في ويجي يصور معنا وكذا وكذا وكذا، معناتها مسؤوليات نحسوا يتحملها وبالمقابل يحط مجهود كبير في التمثيل. والممثلين الاخرين كذلك معناتها اللي قاموا بمجهود مليح وما حسيناش معناتها ما حسيناش بلا ديفيرونس مالغري كو في ليستوار معناتها ليستوار المام دو فيتون من المفروض نحسوا باللي هذا الجانب الجزائري وهذا الجانب التونسي، يعني نحكيوا في قصه مش واقعيه وانما مستمده من الواقع. لكن حسينا روحنا في عائله واحده، مثلا الممثله نعيمه اللي غمرتنا معناتها بالحنان تاعها وبالعاطفه مش عارف ما نقدرش نوصف هذه الاشياء بكلمات ولا بجمل. من الناس الكل نعيمه الجيني تحسها أم الناس الكل، خاصة أنها فقدت والدتها ربي يرحمها في أثناء التصوير، معناتها كان صعب علينا وعليها، معناتها وجات صورت وكملت، معناتها تحس باللي الناس هذوما مأمنين بالعمل تاعهم ويدخلوا فيه. وكل الممثلين ياسين بن قمرة فاطمة أميرة كل الممثلين كانوا معناتها في القمة، والله الواحد يقول كلمة الحق. وحتى الممثلين الجزائريين بيان سور معناتها اللي جاوا متأخرين كان مشكلة تاع لغة، لأنه احنا في الجزائر عندنا لهجات متعددة مختلفة
معناتها حس كنا نقربوا من اللهجة اللي كانت مطلوبة منا. أيوة. معناتها كان المجهود مبذول في وقت قصير، كنا معناتها نعمله ضد الوقت لأنه لحد الآن مع رمزلو يصوروا المخرجة مازال تصور لحد اليوم. احنا كملنا كجزائريين بس مازالوا يصوروا باش يمدوا أحسن ما لديهم للمشاهد التونسي والعربي بصفة عامة. في بالك اللي ولا عندك جمهور تونسي تبع فيك اليوم، فما معجبين ومعجبات؟ والله فرحان بها هذه، لانه معناتها هذا مكسب ونتمنى، معناتها مانيش نطلبوا لنفسي برك، انا نحب الممثلين التونسيين يكون عندهم جمهور جزائري والممثلين الجزائريين يكون عندهم جمهور تونسي. واللي ما لا يكون جمهور موحد مغاربي اللي شاهد كامل الاعمال المغاربيه. نظن بلي هذا مشروع مش جديد، معناتها كانوا ناس حاولوا من قبل انهم يعملوا قنوات مغاربيه ولا اعمال مغاربيه. وانا هذا هو الهدف تاعي اللي راني حاب نوصل ليه في هذه اللحظه. أيه. حتى مشاريع، معناتها كاين مشاريع ان شاء الله راهي جايه في المستقبل ممكن راح تكون في البون سونس لا. تشوف انه معناها العوام الاخرى زاده فما برشا تعامل ما بين المخرجين التوانسه والممثلين معناها فما تبادل كبير ما بين الممثلين والمبدعين ما بين تونس والجزائر. السنه ممكن فما زاده حبل ملوك اللي تابعوه برشا وقاعد يتبث على ثلاثه قنوات، قناه جزائريه وزوز قنوات تونسية. تشوف أنه فما ممكن نجم تكون عنا جرأة في تونس على عكس الدراما في الجزائر يوسف؟ شوفي أنا من وجهة نظري معناتها كفنان ولا كجزائري ولا كأنسيتوايا معناتها ديمون نشوف اللي الشعبين، الشعب الجزائري والشعب التونسي عندهم تقاليدهم وعندهم كل واحد عنده معناتها ضمن اللي عندهم لي بوين كومون اكثر من لي بوين معناتها نقاط التقارب بيناتهم ونقاط التقاطع بيناتهم اكثر من النقاط اللي يختلفوا فيها. الاختلاف وتبقى كل واحد يحترم الاخر، معناتها مثلا في الجمهور الجزائري ممكن ما يقبلش حاجات، مثلا في القديم كانت اشياء يتكلموا عليها لانه الجرأة عندها ثانيك ابعاد كبيره، معناتها الجرأة اللي نتكلموا عليها في حبل الملوك ولا لا رياكسيون اللي صارت في حبل الملوك ممكن كانت تصرى في دوتر دومين في القديم ولا في تونس ولا في بلد اخر عربي. فهمتي؟ معناتها كانت كاينه جرأة في نوتر دومين في مجال اخر كانوا يعملوها في الجزائر وما يعملوهاش في دول اخرى. Donc c'est ça, il faut qu'on respecte. Mais on respecte dans كل واحد يكون لوحده يقوم بلا رياكسيون، معناتها رد الفعل تكون تقوم بها في منزل تاعك مثلا، تتبدل ولا ما تفرش ولا تمنع ولا تحب ولا تكره ولا تعلق، لكن باش تكون اون ماس لا رياكسيون اون ماس سي انكسيبتابل. Donc parce que c'est contre la liberté d'expression. Et ça prend pas de ضوابط. كاين كل بلد عنده قوانين وعنده ضوابط تاعو وعنده القيم تاعو، لكن انا اصلا معناتها انا في حقيقه نفسي نظن باللي لازم الفن يتحرر ويسمو على هذه الاشياء، لانه الفن هو رساله نبيله، والرساله هذه راح تسمو على هذه الاشياء. معناتها ما تقدرش تشوف لقطه او اثنين تحبس عليها جهد تاع عمل فريق معناتها كامل هو يعمل شهر او شهرين او اربعه اشهر باش انت تشوف لقطه وتحكم على هذيك اللقطه على كلش على مسلسل كامل. اي والمشكل الحقيقي اللي رانا واقعين فيه لانه ما لازمش المتفرج يكون عنده انفصام معناتها، لانه حنايا اصلا فين نقطتين في هذا الموضوع. من الشيء الذي نشاهده في الشاشه معناتها في التلفزيون كاعمال دراميه وكذا هي خياليه. واضح. سي با لا رياليتي، سي با لا رياليتي، سي با فيكسيون. اي اون بليس دو سا معناتها حتى وتكون مستنبطه ولا مستمده من الواقع الاشياء نعيشوها هذه في حياتنا. وكانت عندنا تجربه احنا قديمه معناتها مثلا المسلسلات وين عملنا اشياء واقعيه وصرات ردات فعل هكذا في الحلقات الاولى ومن بعد الشعب تقبلها لانه يعيشها يشوفها. بالعكس الشعب ولا يحس ولا المشروع عنده مصداقيه اكثر لانه ولا ما يشاهدش شيء بعيد على الواقع تاعه ولا يشاهد اشياء يعيشها هو في يومياته الخاصه. فهمتي؟ اي واضح. معناها لهنا جهد نتاع ممثلين ومخرج وانتاج وغيره مش من المعقول انه يوقفوا عليه معناها مسلسل كامل قاعد يتبث. كما قلت انت فما التيليكوموند كل واحد معناها حر شنو ينجم يتفرج هكا ولا
من المفروض تكون هكا. من المفروض يكون هكا. شكرا لك يوسف، سعداء جدا انك كنت معنا وقبلت انه تكون معنا ضيفنا لليوم في ليالي رمضان على غاديو ميد. بالتوفيق ليك، مرحبا بك في تونس، وفرحانين انك تكون بيناتنا في عمل تونسي اكيد. الله يحفظك وشكرا لكم، ونشكر قال الجمهور التونسي. وفقط حبيت انا فكره، ممكن مش فكره، حبيت ممكن هي مفهومه ولا مش مفهومه ما يهمنيش، لكن باللي اصل تسميه لا كوبرودكسيون دو لالجيري لا تونيزي سي غلطه، معناتها نحب تكون ان برودكسيون الجيرو تونيزيان ولا تونيزي الجيريان. هكا هاو يزي ونقطه وجع الستار. انتاج تونسي جزائري ولا جزائري تونسي، مش انتاج مشترك، مش فوالا. اي احنا واحنا واحد كما قلت، والله احسن حاجه نجموا نختموا بها لليوم. شكرا ليك يوسف صحيري النجم التونسي الجزائري، خلينا نقولوا ما لا هكا. يعطيك الصحه وبارك الله فيك. يعيشك سيدي، شكرا ليك، عايشك، باي باي، بسلامه بسلامه، الى اللقاء. دونك النجم الجزائري يوسف صحيري كان معنا في المباشر، نجم الفوندو لسنة رمضان 2022 اللي فاتوا لحديث.